اهلا بحضراتكم. يوم جديد من ايام شهر رمضان المبارك. موضوع النهارده ازاي نعالج الشرخ الشرجي. الحقيقه الشرخ الشرجي يمكن في الحلقه الاولى انا اتكلمت ان منه الحاد ومنه المزمن. النهارده هنتكلم عن الشرخ الشرجي الحاد او الحديث وطرق علاجه. الحقيقه يا جماعه هي مجرد ادويه ونصائح. رقم واحد، يا ريت مع الشرخ الشرجي نستخدم كريمات. في كريم مشهور جدا اسمه GTN. خدوا بال حضراتكم صورته واضحه، هو اكيد مش اعلان عن البرودكت يعني او المنتج، لكن افهم حضراتكم GTN يعني ايه. ان هي نيتروجليسرين، دي ماده يا جماعه بتيجي لمنطقه الشرج بتعمل له عمليه ارتخاء. لما بيحصل عمليه ارتخاء للشرج بتبدا الدوره الدمويه تجري على الشرخ الشرجي، وبشرط ان حدوده ما تبقاش متليفه. تخيلوا خفينا. بس خدوا بال حضراتكم انا بتكلم على الشرخ الحديث. لو استخدمت الكريم اللي ظاهر قدامكم ده مع شرخ مزمن وتليف، حتى لو عملت اندفاع للدوره الدمويه مش هيستجيب، لان التليف بيمنع الالتئام. حاجه تانية، الجلوس في الماء الدافئ مهم جدا، ونحط عليه مادة مطهرة، وليكن معلقة صغيرة كده من البيتاداين زي ما واضح قدامنا. الحقيقة نشرب مية كتير وناكل كل ما هو لونه أخضر. لازم يا جماعة نزود الفايبرز ان دايت، كل الخضروات، الخيار، الخس، الحاجات دي كلها بتبقى صحية جدا. ممكن نستخدم مسكن. أعتقد الأكل الصحي في الفترة دي هيكون المسلوق. ممكن جدا الشرخ الشرجي يستجيب للعلاج. بنأكد على حضراتكم إن كل الأدوية والإرشادات والنصائح اللي قلتها في حلقة النهاردة للشرخ الحديث فقط. سؤال جاني مهم جدا، حقن البوتوكس إيه دورها لعلاج الشرخ يا دكتور؟ حلقتنا الجاية إن شاء الله هكلمكم عن حقن البوتوكس واستخدامها لعلاج الشرخ الشرجي الحاد أو الحديث. أتمنى حلقتنا النهاردة تكون فيها إفادة، وكل واحد النهاردة عنده شرخ شرجي حاد أعتقد معاه لستة الأدوية اللي هيمشي عليها. قصة البوتوكس هنكلمكم فيها الحلقة الجاية إن شاء الله، وبعدها هنتكلم على التدخلات الجراحية والليزر. شكرا لحضراتكم. مركز إينو كلينيك لعلاج أمراض الشرج بالليزر.